أهلا بيكم. الإنسان العصامي مواصفاته إيه؟ الكتب بتقول إنه هو اللي بيبني نفسه بنفسه، واللي بيبدأ من الصفر لحد ما يوصل للقمة. في تاريخ البشرية وتاريخ العالم قصص كتير لشخصيات عصامية، لكن في تاريخ مصر هحكي لكم إن في شخصية عصامية بقت ماركة مسجلة اسمها عثمان أحمد عثمان. عثمان أحمد عثمان في عز ظروفه الصعبة كان مؤمن بقدراته، وإن الفقر مش عيب، وإن اليأس جريمة. عشان كده بدأ حياته، عارف إيه؟ هذا المهندس العملاق بدأ حياته صبي ميكانيكي ب 25 قرش في الأسبوع، يعني ربع جنيه. دخل كلية الهندسة بشهادة فقر عشان مش معاه 40 جنيه مصروف كلية. وبعد 20 سنة بس من تخرجه بقى ماركة مسجلة وأحد أثرياء العرب والعالم. عثمان أحمد عثمان من مواليد 1917 في الإسماعيلية، ابن لعائلة فقيرة زاد بؤسها بموت الأب. اتيتم وهو عنده 3 سنين. أخوه الكبير ساب تعليمه عشان يصرف على العيلة. الطفل عثمان كان بيشتغل في أجازته صبي في الورش عشان يساعد عيلته هو كمان. فضل الطفل ثم الشاب المراهق يقسم وقته بين الدراسة والشغل، لحد ما قدر ياخد شهادة البكالوريا من مدرسة السعيدية سنة 1935، ودخل كلية الهندسة جامعة القاهرة طالب جامعي. لحلته فلوس يدفعها لمصاريف الجامعة ولا مكان يسكن فيه. حل مشكلة الأولانية اللي هي الفلوس عن طريق تقديم شهادة فقر، وخد منحة من الجامعة وعاش مع أخته الكبيرة طول فترة دراسته. ودي كانت المشكلة التانية اللي نجح في حلها، وهي السكن. يروح ويجي الجامعة بإيه؟ بعجلة مستعملة جمعها بنفسه من سوق الخردة. شوف يا أخي، حاجة أم الاختراع. سنة 1940 اتخرج عثمان أحمد عثمان، قرر يرجع الإسماعيلية يشتغل مع عمه المقاول اللي مش بيعرف يفك الخط لمدة سنة ونص. لكن جواه كان في حلم إنه يؤسس شركة مقاولات كبيرة تنافس الشركات الأجنبية اللي كانت مسيطرة على شغل المقاولات في مصر وكل المنطقة العربية. بعد 18 شهر من الشغل مع عمه حوش عثمان أحمد عثمان 180 جنيه أسس بيهم شركته، وسماها عثمان أحمد عثمان للهندسة والمقاولات، واللي بعد كده بقى اسمها المقاولون العرب. اتحول هو وشركته لماركة مسجلة. بدأ عمله بمشروعات صغيرة وعقود صيانة رخيصة، واعتمد في شغله على 3 قواعد: الجدية، الذكاء، التنظيم. معادلة بسيطة خلت شركته تنجح وتنافس في المشروعات الكبيرة، لحد ما قدر ياخد مقاولة بناء مدرسة، وبعدها بناء مسرح، وبعد كده كان لازم يفكر في خطوته الجاية اللي هي ايه بعد الفاصل. النهاردة في مركب مسجلة معانا شخصية تستحق أن تكون مركب مسجلة في عالم المقاولات، المقاول الأشهر عثمان أحمد عثمان. في الخمسينيات من القرن الماضي حصلت ثورة ظهور النفط في الخليج، وثورة 23 يوليو في مصر. مع ثورة النفط سافر عثمان أحمد عثمان للسعودية سنة 53 في مقاولة لحساب وزارة الدفاع السعودية. كان شخص لبق ومحبوب، وعشان كده عمل علاقات عظيمة في السعودية، وده لفت نظر الملك عبد العزيز آل سعود. اشتغل عثمان أحمد عثمان ونفذ مشروعات بملايين الدولارات. اتوسع عمله في الكويت وليبيا والعراق والإمارات، وعمل ثروة كبيرة وتحول لكيان عظيم. بعد كده رجع عثمان أحمد عثمان من السعودية لمصر مخصوص عشان يساهم في إعادة تعمير مدن القناة، وعلى رأسها بورسعيد بعد عدوان 56. قدر ينافس وياخد عقد ب 48 مليون دولار لمشروع بناء سد أسوان، ومن هنا
جمعت الظروف بين اشتراكية عبد الناصر ورأس مالية عثمان أحمد عثمان، وبدأ لشركته دور مهم في بناء المخابئ والمطارات وصوامع الصواريخ. فجأة صحي عثمان أحمد عثمان على خبر تأميم شركته سنة 61. وقتها كان عثمان برا مصر، ورغم كده رجع وقرر يشتغل في الشركة بغض النظر هي ملك مين، خاصة لما سمح الرئيس عبد الناصر لمجلس إدارة عثمان أحمد عثمان بمواصلة إدارتهم للشركة بعد نجاحه في مشروع سد أسوان. كل اللي اشتغل مع المقاول الكبير عثمان أحمد عثمان قال إنه درج عظيم، وعلاقته بكل اللي شغالين معاه رائعة مبنية على الحب. عمل لهم نظام تأمين طبي، صناديق معاشات، وفكرته دي انتشرت وغطت كل موظفين الحكومة. كان مبدأه الأساسي وبيعلنوا وبيقولوا ريح الموظف ينتج أكتر. لما مات عبد الناصر سنة 70 جه رئيس السادات، وكان صديق عثمان أحمد عثمان وبيثق فيه، وبدأت نقلة تانية في رحلة عثمان، وأصبح بعدها من الشخصيات المهمة والمؤثرة في مصر. ومع قرب العلاقة بين السادات وعثمان حصلت مصاهرة عائلية لما محمود عثمان اتجوز جيهان الصغيرة بنت السادات. المهندس عثمان أحمد عثمان تولى وزارة التعمير والإسكان 3 مرات من سنة 73 ل 76، وفضل عضو مجلس الشعب 11 سنة، وكان مع الرئيس السادات في رحلته الشهيرة لإسرائيل سنة 77. كل ما السنين تعدي عثمان أحمد عثمان يأكد أنه ماركة مسجلة، لدرجة أن مجلة فوربس العالمية حطته في قائمة أغنياء العالم سنة 1988 بثروة وصلت 1.5 مليار دولار، وتكرم من أمريكا وألمانيا الغربية. المهندس اللي دخل كلية الهندسة بمنحة وبشهادة فقر بقى نقيب المهندسين 2 مرات في رحلته المهنية، وصاحب الدور الكبير في تأسيس بنك المهندس. رحلة طويلة امتدت لسنة 99 لما مات عثمان أحمد عثمان، وساب وراه تاريخ يتحكي. ماركة مسجلة بتشوفها في كل حتة في مصر، كيان اقتصادي عملاق سابه، ووصل لده كله بالإصرار، بحسن التعامل مع الناس، بالسعي وراء الرزق من إما يكون. عثمان أحمد عثمان ماركة مسجلة لأنه كان بيحب الناس اللي بتشتغل معاه، عمره ما تنكر لفترة حياته الصعبة، ودايما كان فاكر أنه ابنه الطبقة الفقيرة. عايز أقولك وانت بتسمعني، ولو بتعمل في مجال المقاولات تقدر تبقى مقاول عظيم، تقدر تبقى عثمان أحمد عثمان جديد. ابدأ تجربتك مهما كانت إمكانياتك، ابني على حاجة تقدر تقوم عليها، خليك نزيه وحر عشان لما تحقق هدفك تفضل متمسك بيه لآخر لحظة في حياتك.